بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا كرام، الله عز وجل إذا أعطى أدهش، ولذلك نحن مقبلون على يوم عظيم، يوم عرفة. إذا كان ليلة القدر أخفاها الله ومع ذلك اجتهدنا فيها، فإن يوم عرفة يوم معلوم معروف. إذا كان يوم أو ليلة القدر تنزل فيها الملائكة، فيوم عرفة هو اليوم الذي ينزل فيه رب الملائكة الله جل جلاله، فهو اليوم الوحيد الذي يثبت أن الله ينزل فيه نهارا لعباده، ينظر إلى أهل الموقف فيباهي بهم ويغفر لهم كلهم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم بقية الأمة لا يحرمها الله من فضله، فيعطيهم صيام هذا اليوم، فإن صاموا كفر الله ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. ماذا ننتظر؟ ساعات محدودة نصومها لله ونكسب كل هذا الثواب. هيا لنجتهد وليرى الله منا أننا نستحق هذا الكرامة منه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير.